السلام عليكم يا شباب، قلنا الزيت لا تخلونه 10,000، لازم تغييره أول بأول كل 3,000 كيلومتر. شوفوا هذه اكسبديشن من النوع الجديد، من الموديل الجديد. هذا الزيت يخليه 10,000، من الزيت أبو 10,000 طويل الأجل يخليه 10,000. شوف كيف تحول إيش إلى تراب، شوفها تراب. شوف الماكينة كيف إيش صار فيها، كثر ما هو تراب. شوف جوة الراس كيف صار وحل، انا شوف كيف وحل، صار كله وحل. ايش السبب؟ هذا سبب عدم تغيير الزيت، يخليه 10,000. طبعا البناشر يقول لك 10,000 كيلومتر بعدين غير الزيت. هذا زيت طويل الاجل، هذه نتائجه الزيت طويل الاجل، هذه نتائجه انه تصير ترسبات في الماكينه، بعد كذا ما لها علاج، تخرب الماكينه والسياره للساحه جديده، وتقعد تغرم ماكينه وتوظيف ماكينه واشياء ما لها داعي. فالافضل تغيير الزيت اول باول كل 3,000 كيلومتر، ومو مشكله، مو لازم يكون زيت من الغالي، من الزيوت العاديه.